إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي. إن روح القدس أي جبريل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي وخاطري أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا بالإلهام، هذا الحديث يدعم الوحي ما يكون بالإلهام، هذا بالإلهام، هذا الحديث بالإلهام. قال أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. وأجملوا في الطلب، إنسان ما يأتيش برزق من حرام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني في العمل، عملش عمل بشي يكسب فيه مال من حرام. فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. هذا النوع هو ما يكون بالإلهام، وهذا الحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم بالإلهام. إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي كان إلهاما. النوع الرابع من أنواع الوحي الشرعي، عملوا النوع الرابع من أنواع الوحي الشرعي، وهو أشهر أنواع الوحي الشرعي وبه نزل القرآن. أيوة، هذا النوع الرابع. النوع الرابع من أنواع الوحي الشرعي، وهو أشهر أنواع الوحي الشرعي وبه نزل القرآن، ما يكون بواسطة جبريل عليه السلام. هذه الطريقة التي نزل بها القرآن بواسطة جبريل، ويسميه العلماء الوحي الصريح، ويسميه العلماء الوحي الصريح أو الوحي الجلي، الجلي يعني الظاهر. قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. من الروح الأمين؟ هو جبريل عليه السلام، نزل به على الأمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أمين إلى أمين، أمين أهل السماء وأمين أهل الأرض هو محمد عليه الصلاة والسلام. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. هذه الآية تبين أن الذي أتى بالقرآن هو جبريل عليه السلام، لم يشاركه ملك، كل القرآن نزل به جبريل. آية ثانية نأخذها من دعم بها أكثر. وقال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس قلنا هو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. فهذا هو النوع الأخير من أنواع الوحي الشرعي. واضح؟ حوصلوهم الشيخ مرات كيف؟ حوصلوهم هات حوصلوهم فاضح. هات أخذينا النوع الأول، كم فيه من نوع؟ هاي خمسة أنواع. اللغة وهكذا ولا؟ قلنا النوع الأول من حيث اللغة فيه خمسة أنواع. أولا ما الإلهام الفطري، هي أعطيني آية فيه. وأوحي إلى أمي
موسى أم أربعين؟ هذا الإلهام الفطري. أعطيني الثاني. الإلهام الغريزي. الإلهام الغريزي للحيوان. أعطيني الآية. وأوحينا إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أي أعطيني النوع الثالث. الإشارة السريعة على سبيل أي أعطيني المثال. أي بالإشارة أشار إليه لأنه قال له قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. هو وقت اللي باش يخرج هو عنده إنه المولى عز وجل أعطاه آية ألا يكلم الناس فأشار إليه، اضطر إلى الإشارة. ونحن قلنا في كلام الأصفهاني ما يقول بالإشارة، هذه الإشارة. أي أعطيني الآية وسوسة الشيطان. وسوسة الشيطان. أي أعطيني الآية في سورة الأنعام. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. النوع الخامس والأخير. وما يلقي الله إلى الملائكة. وما يلقيه الله من أمر للملائكة ليفعلوه. أي شو خدينا بعدها؟ خدينا النوع الثاني من أنواع الوحي. أعطيني ساعة تعريف. تعريف ال ال إعلام الله سبحانه وتعالى بحكم أنبيائه بحكم شرعي ونحوه. ونحوه يدي يرد بيننا منها. تو قلكم علاش قلنا ونحوه. أي وبعد شو خدينا؟ أنواع الوحي الشرعي أربعة. أعطيني الآية قبل كل شيء، الآية اللي اخذناها في سورة الشورى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. قلنا يندرج تحت كلمة وحي نوعان، ما يكون مناما ما يكون إلهاما. ثم قال إلا وحي أو من وراء حجاب. وقلنا هذا حصل لنبيين كريمين من أنبياء الله ألا وهما موسى وخاتم الأنبياء عليهما السلام. أي أعطيني الآية بتاع سورة النساء. وكلم الله موسى تكليما. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث في ليلة الإسراء والمعراج من فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم. أي أعطيني من بعد إيش قال؟ أو من وراء السجاج. قال أو يرسل رسولا. أو يرسل رسولا. والرسول هنا من هو؟ لا نكرة، قد يأتي رسول آخر من الملائكة. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. لكن قلنا أن القرآن جاء جاء به من؟ جبريل. لكن في السورة في الأشياء الأخرى قد يأتي، قد تأتي ملائكة أخرى، لكن القرآن لم يأتي به إلا جبريل عليه السلام. أي شنو أخير؟ لا لم يأتي بالقرآن. قل لهم ما؟ أي لا، نحن قلنا يأتيان في أشياء أخرى، أما في القرآن ما أتى به إلا جبريل عليه السلام. نعم. شو خذينا بعدها سيدي؟ شو الباب اللي خذيناه من بعد؟ أشهر أنواع الوحي. أشهر النوع الشرعي. أي أشهر أنواع الوحي الشرعي. أحسنت. أعطيني النوع الأول. خذيناه من ثم سيدي. من أول أشهر. ها؟ خذينا نقول اللي بواسطة جبريل. أي. هذا مش مكتوب عندكم؟ خذينا أيدي. أيدين. بالضبط. وأنه. ثم من تنزيل نزل به الروح الأمين على قلب. نعم. الآن كيفية وحي الله تعالى للملائكة. كيفاش المولى عز وجل يوحي بهذا القرآن إلى الملائكة؟ خذوا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بأمر تكلم بالوحي. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات
أخذت السماوات منه رعدة أو قال رجفة. خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. أول ملك يرفع رأسه من هو؟ جبريل عليه السلام. فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فيكلمه الله من وحيه بما أراد. يوحي إليه بما أراد الله عز وجل. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول يعني جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. هذه وردت في سورة سبأ. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع نعم الآية. فهذا يبين لنا الكيفية التي يكون عليها الوحي للملائكة. واضح؟ هذا فيما يخص كيفية المولى عز وجل إلى الملائكة بالوحي. أكملتم؟ الآن كيفية وحي الله للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأخير ما طولش عليه. كيفية وحي الله للرسول صلى الله عليه وسلم. أخذنا كيفية الوحي إلى الملائكة. الآن نأخذ كيفية وحي الله للرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. وهذا النوع من أنواع الوحي له صورتان. ذكرتهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألها الحارث بن هشام، سألها كيف يكون الوحي. قالت يعني أم المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. هذا النوع من أشد أنواع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد أشده علي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. فيكلمني فأعي ما أقول. نعم. فيكلمني فأعي ما يقول.
هذا الحديث يبين أن الصورة صورة أولى وثانية. الصورة الأولى هي مثل صلصلة الجرس، والثانية تمثل له في صورة رجل. بين ما معنى صلصلة الجرس، اكتب سيدي، بمعنى له صوت ودوي مثل صلصلة الجرس، والصلصلة المقصود بها صوت احتكاك الحديد بعضه على بعض. تصور انت زوج حتبدأ وتحق مع بعض، كيف يكون هذا الصوت؟ والصلصلة المقصود بها صوت احتكاك الحديد بعضه على بعض. وقد يطلق على كل شيء له طنين. الصلصلة إما تطلق على المعنى الأول اللي ذكرته، وإلا المعنى الثاني على كل شيء له طنين، يعني رنين شديد. والصحابة كانوا يسمعون دويا كدوي النحل. حينما يأتي الوحي مثل صلصلة الجرس، الصحابة يسمعون أمام النبي صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل. علاش قال النوع الأول أشده عليه؟ ليش قالوا؟ لأن هذا النوع سيأتي جبريل في صورته الملكية، والنبي بشر. المزج هذا مش يقع فيه صعوبة، يلزم واحد منهم ينتقل إلى الصورة الأخرى. شكون مش ينتقل إلى الصورة الأخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى صورة ملائكة، جزء منه ينتقل بش يستطيع هذا. ولذلك قال أشده علي، لأن واحد منهم مش ينتقل إلى صورة الشخص الآخر. جبريل بشمل على هيئة النبي ينتقل إلى ما يكون في مستوى جبريل فيأخذ منه الوحي. الصورة الثانية يأتيه مثل ما فيها عناء، ما فيها مشق، يأتيني مثل صورة رجل. لذلك قال النوع الأول أشده عليه. وكان الصحابة، اكتب سيدي، يعرفون العلامات. وكان الصحابة يعرفون العلامات التي تكون عند نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرق حتى في اليوم الشديد البرودة. في يوم تلقاه شديد البرودة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي يكون في حالة من العرق لا مثيل لها. يتحدر منه مثل الجماد، يتحدر منه مثل الجماد، مثل حبات اللؤلؤ. الجماد هو الجماد، مثل حبات اللؤلؤ تلقى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. الجماد هو حبات اللؤلؤ التي تنزل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الجماد. خذ الرواية هكذا واكتبيها. ومن ذلك أيضا أن جسمه يثقل، ومن ذلك أيضا، يعني من العلامات أن جسمه يثقل حتى إن الراحلة لتبرك على الأرض. يكون النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وينزل عليه الوحي، ما تستطيع المشي من شدة الوحي.
قال حتى إن الراحلة لتبرك على الأرض من ثقل الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا والمولى عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الجبل يخشع وأنت لا تخشع. وأيضا يسمعون، يعني من العلامات، وأيضا يسمعون دويا كدوي النحل، يعني الصحابة كانوا يسمعون وكانوا يرون بعض العلامات حينما يتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا منها بعضها. قلنا وأيضا يسمعون دويا كدوي النحل. نأخذ حديث يدعم هذا الكلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي؟ قالوا يا رسول الله تحس بالوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسمع صلاصل، جمع صلصلة، فما من مرة يوحى إلي، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. شوفوا أنتم 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة، والآن القرآن مهمل للأسف، مهمل ومش مهمل. أين الحفاظ؟ قلب ديما قولها أقولها ونزيد نعاود أقولها، ما بعد الثورة أزمة حف، ما بعد الثورة أزمة حف، فماش حفاظ؟ فماش حتى المدارس ما يحاربوا فيها. هاي مدرسة سكروا لها المبيت بتاعها وخرجوا الطلبة مع الساعتين بتاع الدين، قالوا لهم بطح في القاعة يقرأ في القرآن، قالوا لهم بطح في القاعة، خرجوهم في مرا والخلع. بالضبط مدرسة النخلة من عام 60 عندها الوحي مع تأشيرتها قال لي حرب. مدرسة النخلة بجوار الزيتونة مدرسة عريقة، وشكون ما يعرفش مدرسة النخلة؟ العهد 15 طالب في عهد بن علي كان متقرب، عهد بورقيبة، عهد بورقيبة وبورقيبة وغيره كانت متقرب. والآن نسمع كوارث، خرجوا الطلبة وأغلقوا المبيت، وكلام من محزم اللوطي هذا قال لك خرجت لهم فرقة مكافحة الإرهاب، والآخر مشاور وعطاهم كف، عطاه كف وداشوا بالسيارة متاعه، قالوا له بجاه ربي نهار الاثنين خلط علينا ويجابهيوا علينا، وهذا ما كيخرجوا لهم انبطح وقال